مرحبا بكم، أهلا وسهلا في الإبيزود الجديد هذه باش نخصوها إن شاء الله لل سيري ستاتستيك أ دو فاريابل، وإلا تسمى إن فاريابل ستاتستيك أ دو ديمونسيون. هذه هي تكملة للستاتستيك ديسكريبتيف. احنا بدينا في ستاتستيك ديسكريبتيف نشوفوا إن سول فاريابل كيفاش نقراو لي فالور نتاعها، كيك سوا ليفيكتيف ولا لي فريكونس وانسي دو سويت فونكسيون دي ريبارتيسيون. وهي هذه باش تكون البارتي هذه نتاع ستاتستيك دوبل باش تكون انتروديكسيون للريغريسيون لينيير اللي باش نشوفوها ان شاء الله في الايكونومتري 1 والايكونومتري 2. باهي، كيما رينا في الستاتستيك ديسكريبتيف ان سول فاريابل نشوفوا الكومبورتمون تاع ان فاريابل سوا ديزون لا تاي والا لا مويان تاع لي زيتيديون والا انسي سويت، ونشوفوا لا ديسكريبسيون، نشوفوا لا ريبريزونتاسيون تاعها كيفاش سو فورم دو تابلو ستاتستيك والا جرافيك انسي سويت. دونك كيف كيف زاد في السيري ستاتستيك ا دو ديمونسيون ولا سيري ستاتستيك دوبل، زاد باش نبداو بالريبريزونتاسيون ستاتستيك كيك سوا في التابلو والا في الجرافيك، نشوفوها كيفاش باش تكون. توا باش نحطكم في الاطار نتاع الستاتستيك دوبل، اش معناها بالضبط؟ مثلا احنا قبل في ستاتستيك ديسكريبتيف شفنا ان فاريابل تقرا ان سول، يعني ان سول اوبسيرفاسيون سوا ديزون اكس، نقولوا هذاك اكس راهو سي لا موين دي ديتيديون، والا نقولوا راهو اكس سي لا تاي دي زيليف ولا مارش، انا فهمت به. مي توا نجمو ان سول ولا ان انديفيدو نشوفو من خلاله هو دو فاريابل. كيفاه؟ مثلا مثلا واحد من الناس مشى يحب يشوف النمو نتاعو، اسكو مريقل ولا مش مريقل، بطبيعة الحال باش يمشي للطبيبة أول حاجة يقول له برا قيس لي الوزن نتاعك وقيس لي الطول نتاعك البوا ولا تاي. باهي، علاش؟ خاطر هما بيدهم للزوز، هذوما للزوز لي دو فاريابل هذوما كيك سوا التاي والبوا عندهم علاقة ببعضهم. مثلا كي يبدا واحد مثلا طوله 1.50 متر يلزم يكون البوا نتاعو على موينه باش يكون النمو نتاعو مريقل يكون في 50 كيلو، ما يزيدش برشا وما ينقصش برشا، فهمتني؟ سينو عندك خلل. به فوالا، هذه هي بالضبط سي لا ستاتستيك دوبل. به خلينا نبداو بالضبط نشوفوا كيفاه اون بو ولا اون ريبريزونتي ان سيري ستاتستيك ا دو فاريابل. يلا بينا. Alors, أول حاجة باش نشوفوها هي لا ريبريزونتاسيون ستاتستيك ولا التابلو ستاتستيك دين فاريابل ا دوبل اونتري، تسمى دوبل اونتري والا تسمى ان تابلو دو كونتينجونس والا زاد التابلو كروازي تسمى زاد. شنو نلقاو فيها؟ نلقاو فيها الفاريابل الاول اكس اي انديس اي، الفاريابل الثاني هو كريغ انديس جي، سوا ديزون هذايا لا تاي، اكس اي هو لا تاي والكريغ جي هو لو بوا تاع انا انديفيدو. باهي، في اللينيا الاولى كلهم لي زوبسيرفاسيون تاع الكريك حتى كش للكا كا اليمون لهنا، والاكس عنده بي اليمون. باهي، في الاخر في الكولون هذه نلقاو لا سوم ولا لا توتال، كيف كيف لهنا في الاخر لينيا نلقاو لا توتال دي اكس اي والا لا سوم دي اكس اي. اون فيت les éléments الموجودين في وسط التابلو هذوما يتسموا effectif associé والا fréquence associée. باه، انا هنا خليتهم اكس 1 و غريك 1 اكس 1 و 2 انسي سويت، مي هو نورمالمون باش تلقى ان سيتادير نقولوا effectif associé سيتادير باش نلقاو ان 1 ان 1 1. اش معناه؟ يعني l'effectif associé à x y غريك j وقت الاي يقال ا والجي يقال ا، هذا سي ليفكتيف اسوسي ا اكس ا اغريغ 2 ان 1 2 انسي سويت حتى كش الاخر.
كيف كيف وكاين نبدي فريكونس نقول مثلا هذه سي لا فريكونس اسوسي سوا ديزون هذا مثلا سي اف انديس 2 سيتادير 2 اكس لورسك اي ايكال 2 اي ك لورسك غريغ جي نتاعها ايكال ك داكوردو دونك لهنا نجم نلقاو ليفكتيف كيما رينا في الستاتيك ديسكريبتيف سامبل نحسبوا ليفكتيف ان اي هذيك والفريكونس ريلاتيف اللي هما الاف اي داكورد لهنا باش نلقاو في الحال دوبل اونتري ولا كونتينجونس باش نلقاو دو انديس اللي هي الانديس اي اي جي داكورد مع العلم ديما اللي الاف اي جي هي توجور ايكال ان اي جي سير غات ان هذوما لي توتو هذوما اللي هذه نتاع السوم والكولون هذه نتاع السوم يتسموا لي مارج دو تابلو وبطبيعة الحال الكاز هذه الأخرانية هي شنية بالضبط هي لا توتال هي اون فيت هذه غران ان هذه هذه نورمالمون باش تكون غران ان داكورد هذا تابلو دو كونتنجونس ولا تابلو ستاتيك نتاع اون فاريابل ستاتيك ا دو ديمونسيون باهي خلينا تو نشوفوا لا ريبريزونتاسيون جرافيك نتاع ان سيري دوبل كود الوغ كيما رينا في الستاتستيك سامبل كي يبدا الفاريابل ديسكريت نجمو نصورو لا فريكونس نتاعو ولا ليفيكتيف نتاعو افيك ان دياغرام اون باتون وكي يبدا كونتوني نجمو نصورو لي فريكونس ريلاتيف ولا الفريكونس ابسولي نقصد لهنا سي ليفيكتيف بالاستوغرام كيف كيف لهنا في ستاتستيك دوبل بويسك عندنا دو فاريابل دونك في الاكس دابسيس نحط الفاريابل اكس اي الاكس دي زوردوني نحط الكريغ جي دي جي دونك وكل بوان لا كروازمون تاعها ما بيناتهم انا باش نحطو سو فورم دان بوان هذا يتسمى اونياج دو بوان والا تسمى دياغرام دو ديسبيرسيون مثلا هذه الكوردوني هذه هي سوا ديزون تاع الاكس سوا ديزون هذه نتاع مثلا الاكس 1 والغريغ غريغ 2 سوا ديزون دونك هذا جينيرالمون يتسمى ستين ريبريزونتاسيون سو فورم دو نياج دو بوان باهي افيك لي زيكزارسيس تنشوفو داكوردو باهي تعداو الحاجه هامه زاده في ستاتيك دوبل فوالا هي لا لوا مارجينال والا تسمى زاد لا ديستريبسيون مارجينال في ديستريبسيون مارجينال شنو باش نلقاو باش نلقاو لي زيفيكتيف ان اي والفريكونس اف اي مارجينال بارابور ا غريغ باش نلقاو زاد بارابور ا اكس داكوردو دونك كومون نوتي هي بارابور كي تبدا لي فريكونس ولا افكتيف سوا ديزون لهنا الافكتيف مارجينال بارابور ا غريغ هو ان بوان جي خاطر جي انديس نتاع الكريك اكوا تيغال هي لا سوم دو اي الون دو ان جيسكا بي بي فوا ان اي جي زعما خاطر لي زيفكتيف في الفريكونس والعكس دونك اف بوان جي ايغال لا سوم دو اي الون دو ان جيسكا بي اف اي انديس جي بارابور لي فريكونس ولا لي زيفكتيف مارجينال بارابور اكس هو سونوتي ان اي دوت ولا ان اي بوان كي تيغال la somme du J allant de 1 jusqu'à K, N indice IJ, et la fréquence FI dot ou le FI point égale à la somme du J allant de 1 jusqu'à K de F indice, FI indice J. Donc, nous allons voir la description numérique de cette distribution statistique de variable ou la variable double ou la deux dimensions. دونك في الديسكريبسيون نيميريك جينيرالمون باش نشوفوا لي سيري مارجينال نشوفوا لي سيري كونديسيونيل اي باش نتعرضوا للنوسيون دي اسمه سي لا كوفاريونس ان فيت الوغ حبيت في هال الديابو ولا بلوتو في الابيزود هذي اني نعمل ريزومي ان بتيت ريزومي لل تروا سيري هذوما بلوتو لي سيري مارجينال والكونديسيونيل والكوفاريونس ان فيت نبداو باللي سيري مارجينال في لي سيري مارجينال باش نلقاو لا نوسيون دو لا موين اريتميتيك بالنسبه للاكس وبالنسبه للغريغ دونك عندنا الاكس بار والغريغ بار اكس بار هي 1 سور ان
la somme de i, l'indice intégral x est i, du i jusqu'à p, où le nombre d'observations intégral x ou p, c'est la somme de n i dot fois x et i. Ben, faites attention, l'année qui fait x et i, elle est dans le cas discret, dans le cas d'une variable discrète, mais qui est dans le cas d'une variable continue. وقتها نولوا ما عادش ناخذوا الاكس اي نولوا ناخذوا لا سونتر ولا سي اي داكوردو علاش مسيو اسكو يا اخي نجمو احنا في تابل كونتنجونس نلقاو دي فاريابل على فوا يبداو كونتيني وفي المقابل الفاريابل الاخر يبدا ديسكريت باوي خاطر نجمو نلقاو دو فاريابل يكونوا ديسكريت اكس يبدا ديسكريت والجاي ديسكريت كيف كيف نجم نلقاو لو دو فاريابل سون كونتيني يعني اكس كونتيني و واي كونتيني كيما نجم نلقاو دو فاريابل كل واحد و التيب نتاعو واحد تلقاه ديسكريت والاخر تلقاه كونتيني سي سوا ديزون اكس يبدا كونتيني والواي ديسكريت والا العكس والا اكس يبدا ديسكريت والواي كونتيني فوالا جيست لهنا ما تنساوش تونو احنا تو في قاعدين نريزونيو في الكا ديسكريت دي فاريابل ديسكريت اما كي يبدا في الكا كونتيني في بلاصه الاكس اي هذه تولي لا سونتر خاطر ما نجمش نضرب انا انترفال في افكتيف دونك لازم نشوف السونتر نتاع الانترفال ونضربه في الافكتيف داكوردو هذا كي نبدا عندي انا الان اي كي تبدا عندي الفريكونس دونك سي لا سوم دو اف اي دوت فوا اكس اي كيف كيف كي يبدا الكا كونتيني لهنا ما عادش اكس اي تولي زاد لا سونتر اوكي به كيف كيف بالنسبه للغريغ لا نوسيون زاد باش نشوفوا لا فاريونس لا فاريونس دي اكس و فاريونس دي غريغ لا فاريونس دي اكس هنا سي اكس كاري بار موان اكس بار او كاري كودو فات اتونسيون هنا اكس كاري بار وهنا موان اكس بار او كاري بون اكس بار او كاري باش تلقاها هذه ديريكت تلقى الاكس بار وتضرب او تعملها او كاري مي الاكس كاري بار اكوت ايغال L'x carré bar est 1 sur n fois la somme de n i dot fois x et i au carré. Kif kif n'aout, qui est le cas continu, toi le c i au carré. بالنسبة اللي تبدأ عندك fréquence, c'est la somme de f i dot fois x et i au carré. Kif kif, بالنسبة le cas continu, faiblesse de x et i, l'année, toi le c i, c'est la centre de classe ou le centre de l'intervalle au carré. Kif kif, بالنسبة le carré. B. L'écart type, c'est la chose la racine de la variance. En fait, l'écart type de x est la racine de la variance de x. Ou bien l'écart type de y, c'est la racine de l'écart type A de la variance de y. Regardez la série conditionnelle. La série conditionnelle, en fait, c'est la série. C'est la série conditionnelle par rapport à x. Ou c'est une série conditionnelle par rapport à y. بالضبط كيفاش نقراو كل واحدة منها هذه سي لا سيري كونديسيونيل بارابور ا اكس ساشان كو يغريك ايغال ا يغريك جي وهذه سي لا سيري كونديسيونيل بارابور ا يغريك ساشان كو اكس اي ا ساشان كو اكس ايغال ا اكس اي بي افيك لي زيكزامبل لي زيكزارسيس باش نخدموهم ان شاء الله حتى تفهموا واش معناها سيري كونديسيونيل سهله على الاخر دونك اون فيت La fréquence de i sachant j est égale à n et j sachant a sur, ça prend sur n dot j, qui est égale à f i j, la fréquence i j, sur f dot j. B. Z a rana z, la notion de x bar j. La série conditionnelle d'x bar. Et 1 sur n dot j, fois la somme de n et j, fois x et i. هذا في الكا ديسكريت يبدا كا كونتيني قلنا ديما في بلاصه الاكس اي نحطوا لا سونتر سونتر سي اي كي يبدا عندنا فريكونس كيف كيف زاد سي لا سوم دو اف اي ساشان جي فوا اكس اي هذا في الكا ديسكريت يبدا في الكا كونتيني ديما نعاود نقول فوا سي اي لا سوم دونك لا فاريونس زاد لا فاريونس تو دو بون سي ان فاريونس كونديسيونيل ان فيت كي تيغال la somme de fi sachant j fois x et i moins x bar j, le tout carré, c'est une variance. Cool. En fait, c'est équivalent le chnow, c'est x au carré j bar
le xj au carré bar moins xj bar au carré. L'écarté conditionnel z, c'est la variance de a, c'est le cas, c'est la racine simplanée de la variance. Kif les séries conditionnelles par rapport à grec. Juste hier, c'est-à-dire pas mal, les fréquences conditionnelles, la moyenne conditionnelle, la variance conditionnelle ou l'écarté conditionnel. Mais, donc, juste le blast ni, n dot j, et le ni dot. Voilà. Kif le f dot j, ou le f.j, tout le f i point. Mais, t'as la notion de la covariance. La covariance, par définition, je n'ai pas. Cov x virgule y. La covariance est un paramètre qui donne la variabilité du x par rapport à y. Je m'attends à la variabilité. التباين ولا التباعد ما بين الاكس والجاي دونك الفورميل جينيرال تاع لا فاريونس هي ان فيت هي لا كوفاريونس دي اكس اغريغ ايغال اكس فوا اغريغ بار لزوز موان اكس بار فوا اغريغ بار. هذه النوسيون اكثر واحدة قاعدين يخدموا بها الحقيقة. بون حاجة برك جيست باش نوريكم دو كوا الكوفاريونس وقت ايجال ا زيرو واش معناها، وقت السوبيريور ا زيرو واش معناها، وقت لي انفيريور ا زيرو شنو معناها. دونك حبيت لهنا في لي تروا فيغور هذوما اني نبين شنو هو السينيفيكاتيفيتي نتاع الكوفاريونس، خاطر قلنا سي ان بارامتر يعني باش تحسبه باش تلقى ريال. دونك الريال هذا ينجم يكون بوزيتيف سيبيريور زيرو، والا ينجم يكون ايجال زيرو، والا ينجم يكون نيجاتيف ستادير انفيريور ايجال زيرو. لو كان هو سيبيريور زيرو ستادير بوزيتيف، لا كوفاريونس بوزيتيف، اش نقولو؟ نقولو اللي الاكس والكغيك سون لينيارمون ديبوندون، ما عندهمش لينيارمون ديبوندون، ما عندهمش علاقة ببعض. كي نلقاو الكوفاريونس ايجال ا زيرو نقولو راهو اكس ولا غريغ سون انديبوندون، il y a une indépendance entre les deux variables x et y. كي تبدا لا كوفاريونس نيجاتيف نقولو راهو الشيما نتاعها باش يكون هاك، دونك سون زيد لينيارمون ديبوندون، ما عندها حتى علاقة ببعض. داكوردو، كيف نجم نقولو اللي x et y sont indépendants si seulement si pour tout i et j l'indice mental x ou l'indice mental y j, f de i j c'est-à-dire la fréquence i j égale f i point fois f point j. Ou elle autrement on a d'abord le n grand n fois n i j égale n i dot fois n dot جي. هذا كله باش نزيدو نشوفو اكثر بالزيكزارسيس، سي تري سامبل. فوالا داكور، لو كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تلايكيوه بارتاجيوه، وكان فما اي كيستيون ولا كومونتير نيزيتي با خليو لي كومونتير نتاعكم في الشين يوتيوب والا في الفيسبوك عزاد كلاس روم. الو مرحبا بكم في الكوريكسيون دي زيكزارسيس في الاستاتيكا دو ديمونسيون ولا ان فاريابل statistique double. Donc l'exercice est chez nous. Nous considérons 10 salariés qui sont observés à l'aide de deux variables, l'âge et salaire. Les informations brutes sont données dans le tableau suivant. Première question, quelle est déterminer le tableau de contingence X et Y pour l'âge et pour le salaire formés respectivement des classes de pas de 10 ans, n'est-ce pas l'âge, et 2000 dinars, n'est-ce pas les salaires. Deuxième question, allez calculer F2A et F1.2 et F4.5 et F3.3. Déterminer les effectifs marginaux de X et de Y. Tracer le nuage de points. Et enfin, déterminer le tableau statistique de deux séries marginales X et Y. Alors, maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, première question pour déterminer le tableau de contingence ou le tableau croisé. Donc, il faut
اول حاجه ديفينير لي انترفال. بون احنا دون ان كا دو فاريابل الزوز، هذوك الفاريابل تاع لاج وفاريابل سالير سون دو فاريابل كونتيتاتيف كونتوني به نغمار في التابلو دو كونتينجونس. راه نجمو نلقاو دو فاريابل كونتوني مع بعض، كيما نجمو نلقاو دو فاريابل ديسكريت مع بعض، كيما نجمو نلقاو فاريابل كونتوني وفاريابل ديسكريت. فوالا ما يقلقش. دونك به واش قال لي عطاني بوغ لاج، قال لي اي بوغ لو سالير فورمي ريسبكتيفمون دي كلاس دو با دو 10 ans بوغ لاج اي 2000 دينار بوغ لو سالير. سيتادير باش نكون انا دي انترفال بالنسبه للي لاج هذا ما يلزم يكون لامبليتود يعني ليكار ما بين البورن انتيريور والبورن سوبيريور 10 ans. وكيف كيف بالنسبه للسالير لامبليتود سيتادير ليكار ما بين السالير نتاع البورن انفيريور والسالير نتاع البورن سوبيريور يكون 1000. فوالا دونك سيتادير باش يكون لي كلاس داج هم ال 25 من ال 15 ل 25 25 35 انسي سويت، كل مره 10 نزيدو 10. باهي مي المشكل وين؟ المشكل اني جدوا شيرشي يلزمني نعرف قداش عندي من كلاس انا، قداش عندي من انترفال. باهي باش نعرف انا قداش عندي من انترفال فما قاعده هي لو نومبر دو كلاس بور هنا بالنسبه للاج هي لون بليتو ليتوندي او هذه سي ليتوندي سور لامبليتود دو لاج. باهي شنو هي ليتوندي؟ هي هي لا فالور ماكسيمال موان لا فالور مينيمال، سيتادير لوبسيرفاسيون ماكسيمال موان لوبسيرفاسيون مينيمال. كان تلاحظوا لهنا لوبسيرفاسيون ماكسيمال هي 52 ولوبسيرفاسيون مينيمال هي 15. دونك 52 موان 15 سور لامبليتود داج هي 10 ايغال 3.7. دونك ما نجمش انا نحط 3 كلاس فيرجيل 7، دونك نابروشيها للونتي ديسيمال اللي هو 4. دونك في اللاج عندي 4 كلاس. كيف كيف بالنسبه للنومبر دو كلاس بالنسبه للسالير زاد نفس القاعده لي توندي سور لومبليتود دو سالير سيتادير غريغ ماكس موان غريغ مين كيتي سور لومبليتود دو سالير. اكبر فالور في السالير هي 10 ملايين و750 واقل فالور هي 6 ملايين. دونك نعمل 10 ملايين و750 نحمل 6 ملايين على 1000 يعطوني 4.75. دونك اكبر شيء 5. دونك في السالير عندي 5 كلاس. الوغ توا نجم نخدم تابلو دو كونتينجونس اللي باش نشوفوه تو سويت. فوالا هذه لا تابل دو كونتينجونس ولا تابل كوازي. دونك عندي هذا اللاج وهذا الفاريابل الثاني لو سالير. لاج هذا هما لي كلاس نتاعينو، عندي 4 كلاس بالنسبة للاج وعندي 5 كلاس بالنسبة للسالير. دونك هنا يلزمني نعرف كيفاش نعمر التابلو هذا. كيفاش باش نعمرها؟ دونك هنا يلزمني نسأل نقول قداش عندي من سالاريي يخلص ما بين 6 ملايين و 7 ملايين وهو عمره ما بين 15 و 25. دونك نشوف لهنا الساعة قداش عندي من واحد عمره ما بين 15 و 25. دونك عندي واحد برك زوز، عندي هذا وعندي هذا. دونك قداش فيه من واحد هاك الزوز يخلص ما بين 6 ملايين و 7 ملايين. دونك هذا يخلص 7 ملايين ونص، دونك نخرجو. دونك قعد لي واحد برك. دونك فوالا عندي ان سول اوفريي ولا سالاريي اللي يخلص ما بين 6 ملايين و 7 ملايين وعمره بين 15 و 25. كيف كيف بالنسبة للثاني قديش عندي من واحد يخلص ما بين 7 ملايين و 8 ملايين وهو عمره ما بين 15 و 25؟ فوالا اللي هو هذا تاع ال 20. باه انسي سويت انسي سويت لين عمر التابلو كل نتاعي. من بعد جو دوا كالكيلي ليفيكتيف اسوسي والفريكونس اسوسي. باه كيفاش باش نحسبها؟ هذا باش نجمع التوتال نتاع هاك اون ليني ولا اون كولون بلوتو كولون لو. التوتال نتاع كولون لو هو واحد مع صفر مع صفر مع صفر يساوي واحد. هذا ما واحد مع واحد مع صفر مع صفر يساوي اثنين. هذا ما كيف كيف اثنين مع واحد ثلاث. هذا ما واحد مع اثنين ثلاث. وهذا ما واحد مع صفورة الكل يقال ان. كيف كيف باش نحسب هكا اون ليني توتال واحد مع واحد يساوي اثنين بتوع اثنين ان بلس ان صافي دو دو بلس ان صافي تروا ان بلس دو صافي تروا. دونك التوتال نتاع هذوما باش تلقاهم 10 وكيف كيف التوتال نتاع هذوما باش نلقاهم 10. كيف كيف باش نحسب الفريكونس؟ فريكونس هي الان اي على الجراند ان. دونك لهنا هي الان دوت جي على الجراند ان سيتادير 1 سور 10 يقال 0 1 2 سور 10 يقال 0 2 كيف كيف
ولهنا زاد كيف 2 سو 2 سيغال 0 2 انسي سويت ديما التوتال نتاع الفريكونس دوا تيتر ايغال 1 وهذا سي كيف زاد ايغال 1 فوالا هذه تابلو دو كونتينجونس الو دونك دوزيام كاستيون قال لي كالكولي اف 2 1 اف 1 2 اف 4 5 اي اف 3 3 بي جينيرالمون مهما التابلو دو كونتينجونس دونك شمعنى اف 2 1 سيتادير باش تقرا اللينيا الاول ال 2 هذيك نتاع اللينيا وال 1 نتاع الكولون اف 2 1 سيتادير نمشي دوزيام لينيا كولون لو هاي 0 اف 2 1 ايغال 0 دونك الاف 1 2 نمشي اللينيا الاول اما كولون 2 دونك هاي 1 باش نلقاها 1 دونك الاف 4 5 اف 4 اللينيا 4 والكولون 5 هاي 0 وعندي الاف 3 3 سيتادير هذا 3 وهذا 3 ايغال 2 دونك نجم نقول على F1, 2, here, N1, 2 sur grand N. Ah, plutôt, c'est la fréquence, voilà. Donc, je vais 1 sur 10, c'est here, oui. F1, 2, F1, 2. F1, 2, here, 1 sur 10. La fréquence. Donc, F2, 1, il y a 0 sur 10. Le F4, 5, il y a 0 sur 10. Le F3, 3, il y a 2 sur 10. Donc, pareil. هذه 0 1 هذه 0 هذه 0 هذه 0 2 دونك تعداو للكاستيون نمبر 3 قال لي ديتيرميني لي زيفيكتيف مارجينو دو اكس و واي اي تراسي لو لياج دو بوان ان فيت لي زيفيكتيف مارجينو هما محسوبين ديجا 1 و 2 و 3 و 3 و 1 هنا بالنسبه لي و 2 و 2 و 3 و 3 بالنسبه لي بالنسبه ل سامحوني هذوما لي اكس وهذوما لي واي نقولوا نقصوا باش نخدموا لياج دو بوان الونزي Voilà, avec question numéro 3. Donc, allez déterminer le nuage de points. Donc, le nuage de points, donc, je dois, à l'axe d'abscisse, mettre la variable boule x, à l'axe d'ordonnée, mettre le grec. Donc, je vais le tableau initial, il est où est-ce? Je vais dire, le 15 de x correspond à 6000 dinars de salaire, de le grec. Voilà, le 20, c'est bien. تبع شكون؟ تبع 7500 فوالا شوف لهنا تلقاه 7500 اون فيت لو نياج دو بوان فيت اتونسيون يلزم نصوروه توجور من التابلو انيسيال من التابلو هذا اللي عطولي من الاول بالكل داكوردو دونك هذا سي لو نياج دو بوان فوالا به كاتريام كيستيون قال لي ديتيرميني لو تابلو ستاتستيك دي دو سيغي مارجينو فوالا Donc, بالضبط اش حاب يقول في الكاتريام كيستيون قال دوني لو تابلو ستاتستيك دو دو سيري مارجينال اكس اي غاي دونك خرج لي الاكس وحده وال سيتادير السالير لاج بالنسبه للاكس والغريك بالنسبه للسالير خرج واحد نحسب لهم الافكتيف والفريكونس ونشوف بويسك هو سان فاريابل كونتيني دونك نحسب له السونتر سي اي هو سمي اكس اي وغريك بي دونك تخش عليه خرج دونك قداش عندي انا في الفاريابل اكس من 15 ل 25 قداش من التكتيف من 15 ل 25 قداش عندي زوز عندي هذا وهذا به قداش عندي من 25 ل 35 25 ل 35 دونك عندي 26 فوالا 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 ولا 34 عندي زوز قداش عندي من بين 35 ل 45 دونك 35 ل 45 عندي 37 عندي 11 ل 45 دونك عندي 43 وعندي 44 فوالا 3 انسي دو سويت به الفريكونس بطبيعة الحال هي ان اي سور جراند ان التوتال نتاعها هنا سي 10 دونك باش تعمل 2 سور 10 صافي 0 2 انسي دو سويت انسي دو سويت التوتال نتاعها هما سي 1 دونك السونتر نعرفو هو البورن انفيريور بلس البورن سوبيريور سور 2 هذوما 15 مع 25 40 على 2 يجيو 20 انسي دو سويت كيف بالنسبة للجريد هذيك هي اللي يقصد بالكاستيون نيميرو 4 هكا كملنا ليكزارسيس بون ميرسي على اللي تابعتونا للاخر كان عجبكم الفيديو بارتاجيوه لاصحابكم ما تنساوش باش تلايكيوه وكان فما اي كاستيون ولا استفسار ولا حاجه خلوا لي كومنتير في الشين يوتيوب زاد كلاس روم والا على الفيسبوك زاد كلاس روم مرحبا بكم بور كوريجي ان اكزارسيس في استاتستيك ا دوبل فاريابل Donc, l'exercice, considérons la série double suivante. Bien sûr, on a deux variables, on a x, ou les modalités, on a x, et les 1, ou 2, ou 3, ou 4. On a kif kif, en parallèle, la variable, ou une autre variable, y,
الموداليتي نتاعها هي 1 و 2 و 3 و 4 و 5 فوالا هذه الديسكريبسيون تاعهم دونك لي كيستيون جينيرالمون لي كيستيون ديما يتعاودوا في السيري دوبل اول كيستيون قال لي ديتيرميني لا لوا مارجينال دو اكس اي سيل دو غريك باش نشوفوا في الاكزرسيس هذايا كيفاش نخدموا لا لوا مارجينال دو فاريابل دو اكس اي لا فاريابل غريك. Deuxième question, calculer la covariance du couple x et y et interpréter est-ce que x et y sont-elles indépendantes. Mais je vous demande comment montrer deux variables est-ce que sont indépendantes ou elles ne sont pas indépendantes d'après le calcul de la covariance de ces deux variables. Troisième question, c'est une distribution conditionnelle. Calculer déterminer la distribution de x quand y strictement supérieur à 2 ou la sachant y supérieur à 2. Alors, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Après avoir bien cherché, regardez la correction. Ben, quelle عادة ولا لا يقطعنا عادة؟ أنا اخترت لهنا أني نحط الكوريكسيون كل. مي هات نفهمه بشوية بشوية. أنا جيست لهنا عاودت الديستريبسيون تاع لي دو فاريابل عنا X والموداليتي نتاعو من واحد حتى كش الأربع وعنا الفاريابل Y من واحد حتى كش الخمس وهذوما الديستريبسيون نتاعو باهي كيفاش تتقرا الساعة التابلو هذي بون عنا ال Y وعنا من اون ليني ال Y بليتو اون كولون ال Y وان ليني هو الفاريابل X والسانك هذي باهي السانك هذا شنو معناه راه وقت للفاريابل X ياخو 1 وال Y ياخو 1 سيتادير راو للزوز عندهم بار اكزومبل ليفيكتيف 5 وقت لي اكس ياخذ 3 وال والجريج ياخذ 3 عندهم ان ايفيكتيف ان اي كي تيغال 10 انسي سويت انسي سويت باهي شوف كي نقراو اون ليني هكا راو نقراو تو تو لي موداليتي كي كونسيرن لا فاريابل اكس qui n'a pas en ligne, qui n'a pas en colonne, plutôt, n'a pas la somme de modalités de la variable Y. Je m'en ai. Un qui n'a pas la somme en ligne, il y a 5 plus 15 plus 5 plus 5, pas de j'y ai. J'y ai 20, 30. C'est la somme de X1. C'est-à-dire, dans la modalité 1, la somme de x2 est 5 plus 10 plus 5, et les hommes 20. La somme de x3 est 5, 10 plus 5, qui est égal à 20. La somme de x4 est 0 plus 10 plus 5 plus 10 plus 5, et les hommes 30. Par contre, qui n'a pas ou qui n'a pas la somme en colonne, y a-t-il c'est la somme de y. Ben, la somme de x i point ou là la somme de x a de greg point j. اخترت l'indice j بالنسبة لgreg ou l'indice i بالنسبة لx باش تبدا الأمور واضحة. باهي كالعادة عندنا la somme pour y égale à 1 قيناهم 10 pour y égale à 2 قيناهم 30 15 30 15 كان نعمل الصوم متاعهم الكل هذو باش نلقاها 100 كيف كيف كي نعمل الصوم نتاع لي زيكس اي الكل اللي هو التوتال نلقاهم نفسهم ايجالا 100. باهي هاد توا نبدا نجاوبو في لي كيستيون. قال لي كيستيون الاول شيرشي ولا كالكيلي ولا ديتيرميني لا لوا مارجينال دو اكس اي لا لوا مارجينال دو ايغريك. ساهله على الاخر كيما قرينا في ستاتستيك ديسكريبتيف باش تجبد انت الفاريابل اكس وحده وتخدم له الموداليتي والافكتيف نتاعو والفريكونس نتاعو وتطلع له لا موين اريتميتيك نتاعو ومن بعد باش تجبد تعمل تابلو اخر تخرج فيها الجريج وحده تعمل له الافكتيف نتاع الجريج لا فريكونس ريلاتيف نتاع الجريج والموين اريتميتيك نتاع الفاريابل الجريج. باهي هات نخرجوهم توا عندنا احنا الاكس اي خرجناه وحده الموداليتي نتاع الاكس اي شنو هو ال1 وال2 وال3 وال4 فوالا 1 و2 و3 وال4 كيما كنا نخدمو في الستاتستيك ديسكريبتيف في الاخر بكل باش نعملو السوم. قلنا وقت اللي تبدا الموداليتي نتاع الاكس
égale à 1, somme قناه 30. Ah, il y a 30. هذه plutôt, c'est la somme des effectifs. Elle est ni. قناه 30. وقت x égale à 2, somme تاعو قناه 20. Voilà, هزيناها حطيها 20. وقت x égale à 3, كيف كيف, la somme des effectifs, قناه 20. Voilà, هذه 20. وقت x égale à 4, la somme des effectifs, هي 30. كان نجمعهم 30 مع 20 يجونا 50 مع 20 70 مع 30 يجونا 100. ساهل برشا باش نحسب الفريكونس ريلاتيف بالنسبة للX. الفريكونس هي بي تي تان اي هذه سير جروند وإلا سير لا توتال، سيتادير 30 سير 100 تعطيني 0.3، 20 سير 100 تعطيني 0.2، 20 سير 100 كيف كيف تعطيني 0.2، و 30 سير 100 تعطيني 0.3. لا سوم دي فريكونس توجور إيكال أ 1. باش نحسب لا موين أريتميتيك، أسهل حاجة أني وإلا الإكس بار تسمى هي أون فيت لا سوم دو إكس إي فوا إف إي. دونك باش نزيد أنا كولون آخر نحط فيه إكس إي فوا إف إي. إكس إي سيتادير 1 فوا 0.3 تعطيني 0.3، 2 فوا 0.2 تعطيني 0.4، 3 فوا 0.2 تعطيني 0.6، 4 فوا 0.3 تعطيني 1.2. La somme m'taham égale à 2.5. En fait, la somme des x et i fois f i, هذاك هو l'x bar. هذه هي باش نسميوها x bar. نستحقوها من بعد. نفس الخدمة باش نخدمها للجريك. بالنسبة للجريك عنده 5 موداليتي اللي هي 1 و 2 و 3 و 4 و 5. اهم جيت حطيتهم هنا 1 و 2 و 3 و 4 و 5. Les effectifs. وقت للجريك ايجال 1. نحسب لي زيفكتيف نتاعو اللي هما 10. فوالا حطيت لهنا 10. فوالا وقت لي غريك ايغال 2 نمشي نحسب لي زيفكتيف نتاعو اون ليني هكا ولا اون كولون بليتو اللي هما ايغال 30 انسي دو سويت 15 30 15. فوالا 10 30 15 30 15 لا سوم نتاعهم يثبت باش نلقاه ايغال 100. باهي كيف كيف بالنسبه للفريكونس ريلاتيف بالنسبه للفاريابل غريك اللي هي بيتيتين جي سير لا سوم توتال نتاع لي زيفكتيف. دونك 10 سير 100 تعطيني 0.1، 30 سير 100 تعطيني 0.3، انسي دو سويت انسي دو سويت. توجور جو دوا فيريفي كي لا سوم دي فريكونس ريلاتيف زاد ايغال 1. باش نحسب زاد لا موين اريتميتيك للفاريابل غريك اللي باش نسميوها غريك بار، دونك يلزمني نحسب غريك جي فوا اف جي. غريك جي فوا اف جي 1 fois 0,1 تعطيني 0,1، 2 fois 0,3 تعطيني 0,6، 3 0,15 تعطيني 0,45، 4 fois 0,3 1.2، و 5 0,15 تعطيني 0,75. به التوتال نتاعهم هو يعطيني الاكس الغريك بار بليتو. دونك لا موين اريتميتيك دو لا فاريابل غريك اللي هو باش يكون 3.1. هذه هي الغريك بار. فوالا ولي غريك انديس بوان جي هكا بار. باهي سي بون، هذه هي لا لوا مارجينال دو لا فاريابل اكس، وهذا سي لا لوا مارجينال دو لا فاريابل غريك. تو سامبلومون تعدو الكيستيون الثاني، قال لي شيرشي لا كوفاريونس دو اكس اي غريك اي فيريفي والا انتربريتي لا رولاسيون انتر اكس اي غريك والا اسكو هما انديبوندون وإلا نو سون با انديبوندون. هاد أول حاجة نشوفو الفورميل نتاع الكوفاريونس. لا كوفاريونس دو دو فاريابل أكوا تيغال هي إكس فوا غريك بار لو تو بار موان إكس بار فوا غريك بار. هاذوما للزوز لقيناه، مي هاذم كيفاش نلوج فيهم؟ أون فيت سي تين فورميل سامبل على الأخر، هي أن سور إن، أن سور لا توتال، فوالا. فوا لا سوم دو اي، الاي قلنا هي انديس بالنسبه للاكس، والجي هي انديس بالنسبه للغريك. الاي قداش فيه من موداليتي؟ دونك الاي الون دو 1 جوسكا 4 خاطر عنده 4 موداليتي. والجي اللي هو للغريك، الغريك قداش فيه من موداليتي؟ فيه 5 موداليتي. دونك الجي هي من ال 1 حتىكش لل 5، والاي هي من ال 1 كيما قلنا حتىكش لل 4. فوالا دونك c'est la somme de ni j
de l'effectif NIJ fois XI fois GJ moins X bar fois Y bar. Ben, c'est vraiment un peu de calcul ou l'application numérique. Donc, 1 sur N, il y a 1 sur 100. Le total est 100. Ben, من بعد شنو هالحكاية اللي في الوسط هذه من بعد الدو سوم هذا مسار ساعة ما تفجعوش هذه من الدو سوم سهلين على الاخر به شو باش نعمل انا بالضبط باش نهز الموداليتي الاولى متاع الاكس ونضربها في 5 فوا 1 بلس 15 فوا 2 بلس 0 فوا 3 بلس 5 فوا 4 بلس 5 فوا 5 هزيت بالازرق هذه هي الموداليتي الاولى متاع الاكس اللي هي 1 فوا 5 فوا 1 الافكتيف اللول NIJ فوا لغريغ IJ بلتو غريغ J دونك 5 فوا 1 بلس 15 فوا 2 بلس 0 فوا 3 بلس 5 فوا 4 بلس 5 فوا 5 فوالا هذايا ليليمون اللوليني بلس الموداليتي الثانية متاع الإكس اللي هي 2 فوا 0 فوا 1 plus 5 fois 2, plus 0 fois 3, plus 10 fois 4, plus 5 fois 5, ainsi de suite, ainsi de suite. Kif kif venus de la modalité delta, x, kif kif venus de la modalité raba, ainsi de suite. Voilà, ah, ok, ok. Donc, étudiant, il n'a jamais eu l'air, il n'a jamais eu l'air, il n'a jamais eu l'air, kif kif, باش يعطيوك نفس الريزلتا, يعني بلغة أخرى, راك باش تهز الآن الموداليتي متاع الجريك, وتضربها 5 fois 5 fois 1 plus 0 fois 2 plus 5 fois 3 plus 0 fois 4 plus 2 fois 15 fois 1 fois plus 5 fois 2 plus 0 fois 3 plus 10 fois 4 ainsi de suite ainsi de suite donc il y a mais en fait il y a tout neuf ce résultat voilà un peu de calcul voilà حسبنا هذم كلنا نلقاوهم 700 و95 على 100 نلقاهم 7.95 موان الاكس بار لقيناه 2.5 فوا 3.5 اللي هما باش يعطيونا 7.75 كي تيغال 0.2 فوالا لقينا الكوفاريونس دو اكس وغريك لقيناها ايغال 0.2 اللي هي بوزيتيف دونك لو كان الكوفاريونس نيل يعني ايغال 0 دونك نقولوا راهم لي دو فاريابل اكس وغريك سون indépendant. يعني ما حتى واحد ما عنده علاقة بلاخ. مي كي لقيناها بوزيتيف ولا لقيناها نيجاتيف نقولوا لا نقولوا اكس واي نو سون با انديبوندون. دونك عندهم علاقة ببعض. باسون توا للكيستيون نمبرو 3 اللي قال لي شيرشي لا لوا مارجينال دو اكس ساشون كي واي اي بوزي بليتو سوبيريور ا 2 ستريكتومون سوبيريور ا 2 بلغة اخرى راك باش تمشي تخدم La loi marginale de x, juste qu'en a la hadom. Yani, blouge ochre, qu'en a la tableau het. Et le homme a hadom akbar met 2. Et le hiya 3 ou 4 ou 5. Chamal. J'ai t'hattit le modalité intal x, et le homme 1 ou 2 ou 3 ou 4. Hattit le zifectif, et le qui yabde le grec akbar met 2. C'est-à-dire, bich nimshi nahseb. L'effectif intal 1, le modalité il 1, hiya 0 plus 5 plus 5, et le hiya 10. موداليتي نتاع 2 اللي هي 0 بلس 10 بلس 5 اللي هي 15 كيف كيف بالنسبة للموداليتي دو اكس يقال 3 اللي هي 15 وهذه نلقاها 20 نحسب التوتال نتاعهم باش نلقاها 60 كيف كيف باش نحسب الفريكونس ريلاتيف اللي هي بيتي تان اي سير 60 فوالا تو سامبلومون فيريفي في الاخر اللي لا سوم دو فريكونس اكيد يقال 1 وهكا هو اهلا وسهلا مرحبا من جديد هذه ابيزود خصصناها للكوريكسيون ديكزيرسيس في ستاتستيك دو فاريابل دوبل دو فاريابل دوبل دونك ليكزيرسيس يقول دون لو تابلو دو كونتينجونس سويفون اي انتر لو سالير مونسييل اكس اي لانسيانتي غريك دي زوفريي دي انتربريز دونك عندنا دو فاريابل فاريابل اكس هو السالير مونسييل والغريك هو لانسيانتي بطبيعه الحال دي زوفريي دي انتربريز Donc, tableau qui m'a tardé, fil x et le grec, en fait, 3 classes pour le x, 4 classes pour le variable grec. Donc, c'est un variable continu. B, allez étudier les séries marginales, déterminer si les variables x et y sont indépendantes,
étudier la série conditionnelle x sachant y3, y sachant x2 et présenter les résultats pour chaque groupe de série conditionnelle. OK? Alors maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice. Et puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, pour corriger la question numéro 1, étudier la série marginale, en fait, chercher l'effectif associé à chaque colonne ou la ligne et la fréquence. En fait, l'effectif est en colonne 5 plus 2 plus 0, ça fait 7. 6 plus 4, ça fait 10, plus 2, ça fait 12. 1 plus 3, ça fait 4, plus 4, ça fait 8. Et 10 plus 13, plus 3, ça fait 13. En ligne, les effectifs 5 plus 6, 11 plus 1, ça fait 12, voilà. Ainsi de suite. Ah, c'est le bas de la fréquence. Fréquence réelle, ni dot, le grand N. Grand N, il y a 40. Hein. Le grand 40, c'est l'effectif par colonne, c'est le grand 40. Donc, 12 sur 40, c'est 0,3. 12 sur 40, 0,3, ainsi de suite. Z, c'est 16 sur 40, 12 sur 40, ainsi de suite. Voilà. Mais, à deux questions, plutôt, mais elle question étudier les séries marginales. Donc, la première question, Z, l'X bar, c'est-à-dire la moyenne, ou le Y bar, ou la variance de X, variance de Y, le quartile de X et le quartile de Y. On a direct le résultat là, mais chez vous, je me tape en train de qui m'a rien fait l'épisode de l'épisode. Tabak le cadre ou chouf, est-ce que le résultat est confirmé ou non? Donc, le triple x par 36 fois donc l'unité fois 10 000, en fait, fois 1000, fois 1000, voilà. Y bar c'est 17,4, la variance de x 69 et l'écart type de x 8,3 à 0. Kif-kif variance de Y est 78,04 et l'écart de Y, ça fait 8,84. Alors, adieu la question numéro 2, déterminer si les variables X et Y sont indépendantes. Kif-kif, les amener chez vous, lequel 9 ou N a par exemple l'indice I ou l'indice J, maintenant, si on choisit I égale à 3, ligne 3, ou la colonne ou J égale à 1, c'est-à-dire, ligne 3, 1, ligne 3, la colonne 1, ça fait 0. Nous obtenons, voilà, n, grand n fois n 3, 1, yani grand n est 40, fois 0, tapine à 0. Voilà. Puis nous avons le n 3 dot, je pense que n 3 dot. 3 points avec le 3 dot, c'est-à-dire la somme de ligne 3, n3 dot, ah, la somme de ligne 3, Kadesh, qui est 16. Mais, les fois n dot 1, c'est-à-dire colonne, la somme des premières colonnes, c'est égal à 7. Donc, n, voilà, 16 fois 7 égale à 112. Donc, le kenotit dit en respectant la ième ligne et la jm colonne on notre pour le grand n et on le la somme de troisième ligne par exemple l'exercice avait fois la somme de première colonne les imnalqa x ou le y sont indépendants par contre les n'alqa différents donc on peut x et y ne sont pas indépendants question numéro 3 étudier les séries conditionnelles x sachant y et 3 et y sachant x2 et présenter le résultat pour chaque groupe de séries conditionnelles. Ben, la série x sachant y 3 et la série conditionnelle de x sachant y égale à y 3 يعني راني باش نخدم انا الديستريبسيون من اول وجديد الاكس باش نعاود نخدمها اما الجريج باش يوليو كلها الجريج 3 اش معناتها 1 2 3 سيتادير باش يوليو لو كولون كلها 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 1 3 4 كل باش يوليو دونك باش تولي تحسب هكا 1 بلس 1 بلس 1 صافي
1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 4. 3 plus 3 plus 3, ça fait 12. 4 plus 4 plus 4, ça fait 16. Voilà, باش تبدل لك ولا هنا باش تولي لك هنا كلها 8 8 8. واضح؟ دونك الاكس بار لهنا باش يتبدل، ما عادش باش يقعد كيما الاكس بار الاول. دونك انا لقيت اكس بار ساشون كي غريغ ايغال 3 ايغال 38.75. باهي، كيف كيف الكونسيون الثانية قال لي غريغ ساشون اكس 2، سمعت؟ باش نخلي الغريغات كلها، مي باش لي لين يوليو كلهم اكس 2، سيتادير لين 2، يعني هذا باش يولي 2 4 3 3، هذا 2 4 3 3، هذا 2 4 3 3، فوالا. تولي باش تحسب توا هكا لي لين، السوم تاع لي لين والسوم تاع لي كولون، انسي سويت. لهنا نلقاو انه الغريغ بار دو 2 ايغال 16.67. واضح؟ باهي، هكا كملنا الاكزرسيس. دونك كان عجبكم الفيديو ميرسي، لايكيوه، ما تنساوش باش تبارتاجيوه لصحابكم. كان فما اي كيستيون ولا حاجه ما تنساوش تحطوا كومنتير على اليوتيوب زاد كلاسوم، والا على الباج فيسبوك زاد كلاسوم. باش نشوف لا نوسيون دو لاجيستمون لينيير والا لا ريغريسيون لينيير. باهي، شنو معناها الكلمه هذه لاجيستمون لينيير؟ لاجيستمون لينيير معناها انه يبداو عندك دو فاريابل سوا ديزون اكس و واي، نحب نربط انا علاقه بهم سو فورم دين ايكواسيون تاخذ الفورم تاع ان دروات. باه، خلينا ناخذ انا ديفينيسيون. دونك قال لي دون لو كا او اون بو ميتر اون ايفيدونس ليكزيستونس دين ريلاسيون لينيير سينيفيكاتيف اونتر دو كاركتير كونتيتاتيف x et y, continuer bien sûr, x et y, on peut chercher à formaliser la relation moyenne qui unit ces deux variables à l'aide d'une équation de droite qui résume cette relation. Ben, antique méthode. Nous avons tous les consommations, c'est une fonction du revenu. D'accord, là, qui est égal à chno, égal à revenu, fois PTC, c'est-à-dire que c'est la proportion marginale à consommer, enfin, plus, est-ce que est-ce que donc, ce qu'on appelle une partie ou la consommation incompréhensible. Incompressible كما سماها كينز تاع الماكرو. نرجع نشوف ليكواسيون. باهي، هذه سي كرون سي، هذه سي لا كونسوماسيون توتال دان ميناج. هذه الار هي ريفوني، السي هي تسمى لا بروبورسيون مارجينال ا كونسومي، والسي زيرو هذه سي لا كونسوماسيون انكومبريسيبل ولا تسمى اوتونوم، يعني العباد الكل يلزمهم ياكلوا بهيش حتى كي يبدا ما يخلصش، ما عندوش ريفيونيس. وهذه البي تي سي شنية هي؟ اون فات تعكس مدى تطور الريفيوني. كان الريفيوني اوغمونتي دونك باش نكونسومي اكثر، كان الريفيوني طاح دونك باش نكونسومي اقل، هكا اللوجيك. باهي، بيت القصيد شنو هو؟ بيت القصيد سوا ديزون هذا الكونسوماسيون هذه نسميها انا اجريك، الفاريابل اللي عندي لهنا هو اجريك، والريفوني قلنا هو اكس. اسكو لاجيستمون لينيير ال مي بيرمي ديتابلير ولا دو فورماليزي ان ريلاسيون اونتر لي دو فاريابل هذوما الزوز اللي هو اكس والجريك، واحد منهم اون فونكسيون دو لاخر. لو كان كيف هكا مثلا لقيت الفورم هذه غريغ ايجال حاجه حاجه اكس وديزون ا اكس بار اكزومبل بلس بي بلس بي وديزون نقول هالغريغ هذه نسميها ان فاريابل ا اكسبليكي، والا تتسمى زاده ان فاريابل اندوجين، هذا تيرم ايكونوميك تتسمى ان فاريابل اندوجين. بار كونتر الفاريابل اكس هي تتسمى ان فاريابل اكسبليكاتيف، هي اللي باش نفسروا بها اي، تتسمى زاده
une variable exogène. Exogène. A ou B sont des paramètres. Attends, je vous montre le suite à l'épisode. Ben, normalement, on sur quoi un ajustement ou la régression linéaire. L'objectif à nous est le liage de points avec les chiffres nés, les points donc redonnent sous forme d'une ligne ou d'une droite. Voilà. OK. Alors, l'ajustement linéaire, je vous achète généralement. Le coefficient de corrélation, corrélé, verbe corrélé. Donc, le coefficient de corrélation permet de donner une mesure synthétique de l'intensité de la relation entre les deux variables, donc les deux caractères de son sens, lorsque cette relation est monotone. Mais, qui fait schnarsbou, le paramètre, la mesure, tetsama rho, elle est tabal p, ama tetsama rho, rho, rho x, y. Ou elle est le coefficient de corrélation. Le coefficient, enfin, je peux lui sommer R, petit r, coefficient de corrélation. À quoi égal? Ou la covariance de x, y sur l'écart type de x fois l'écart type de y. Elle fonction la fonction mathématique. Bon. Le coefficient avait de corrélation mesure le degré de liaison linéaire entre x et y. Mais elle mesure est toujours comprise entre moins 1 et 1. Elle n'a pas le z à la valeur absolue interne, t'as le rho inférieur ou égal à 1. Mais si le rho avait est proche de 1, X et Y sont très linéaires. Ou elles sont très corrélées. Ou elles sont positivement corrélées. Ou quand l'axe, quand rho avec du X, Y est proche de 0, c'est-à-dire qu'il y a une absence de liaison linéaire, c'est-à-dire une absence ou une corrélation négative. Voilà. Ben, le terme théni, c'est la droite de régression. Voilà. La droite de régression, en fait, les dés m'taouchnou. Les dés qui m'ont coté comme un clignage de points avec, ils m'ont redou une droite sous la forme de A, de AX plus Y. Sous la forme, maintenant, de Y égale à AX plus B. Chenille les dés. Les dés est transformé un clignage de points en une droite. Celle-ci doit être la plus proche possible de chacun des points. Donc, on cherchera donc à minimiser les écarts de les bas à la droite, les écarts, les points, les bas à la droite. Donc, en fait, je chauffe la figure qui fait. Ben, voilà, la figure, c'est ce qu'on a. On a la droite X et la droite Y. Ben, on a exprimé la relation sous forme d'une droite qui est égale à AX plus B. Ben, احنا من الاول مول عملنا لها نياج دو بوان ريبريزونطاسيون غرافيك نتاعهم كانت دو نياج دو بوان كل واحده مطيشه في بلاصه نحبوا هات لي نياج هذوك ونحاولوا نحصروهم دون زين دروات هذايا بالازرق تشوف فيه اون بلو دروات هذيك سكري سو لا فورم غريغ ايغال ا اكس بلس بي بي كيفاش باش نعمل لي دي انه نحاولوا نعملوا مينيميزاسيون هالليكار فوالا ليكار ما بين البوان والدروات نحاولوا نقصوه هذا نحاولوا نمينيميزوه لو ماكسيموم بوسيبل باش نحصروا ان دروات تكون هي في الوسط هي في الميليو نتاع النياج هذاك دو بوان وقتها نجم نقولوا عندنا ان دروات دو ريغريسيون كي اكسبريم بار غريغ كي تيغالا ا اكس بلس بي دونك بور سولا باش نستحقوا نستعملوا ان تكنيك تتسمى لا ميثود دو مواندر كاري اوردينير ام سي او بالانجلي او ال اس اوردينري ليست سكوير دونك ال كونسيست هاد الميثود هادي دو مينيميزي ليكار اونتر لي بوان هادوك و الدروات دو ريغريسيون افان دو شيرشي ا اي بي كي مينيميز لونسومبل دي زيكار D'accord. Alors, le MCO permet de minimiser les écarts, ou l'ensemble, ou la somme des écarts, les points par rapport à droite, au carré.
D'accord? Donc, c'est une fonction de minimisation. En fait, c'est une fonction de minimisation des écarts, et on a les écarts. Donc, les écarts au carré. Donc, fonction de A et B. Donc, en valeur absolue des écarts, à quoi est égal Y I moins Y étoile I. Bon, je n'ai Y étoile I et Y étoile. Donc, est égal à Greg et Y moins AX moins B. Moins AX, moins développé à AX, moins AX moins B. En valeur absolue. B. Donc, je peux nommer. La dérivée du premier ordre. La condition du premier ordre. C'est-à-dire la dérivée. Primaire par rapport à A ou dérivée primaire par rapport à B égale à 0. On chauffe, je suis cherché. N'abdé ou B. B. On dit N. On dit la fonction de A et B. Et la somme de 1 jusqu'à N, Y, I, moins A et X, moins B au carré. Le résultat, plutôt les écarts à la puissance 2. B. قلنا نبداو بالديريفي الاولى بارابور ا بي اش تعطيني ولا نهبط الدور لوطو قدامها موان دونك تعطيني موان دو غريغ اي موان ا اكس اي موان بي كي يقال زيرو ب هذا كله يقال زيرو اش معناتها انا نديفلوبي تو السوم عليهم الكل دونك اش تعطيني اش معناها سيتادير يا الموان دو تو عندك انت برودوي في برودوي يقال زيرو بطبيعة الحال هذه موان 2 سيتادير ديفيرون 0 دونك هذا كل يعني السوم تاع هذا كل ايجال 0 دونك ديفلوب عليه السوم اول حاجة السوم دو اي دو 1 جيسكا ان كريك اي موان لا سوم موان خارج الا خاطرها سي كونستون خارج البر موان ا لا سوم دو اكس اي موان بي هنا سي لا سوم دو ان ا واضح ايجال 0 واضح هذا كله ضربته في الانسيور ان علاش بور اش تولي لي هذه باش تولي لي اكس اغريك بار موان ا اكس بار موان بي كونستانت دونك شنو نجم نخرج معناها نجم نخرج بي كوت ايكال بي هي اغريك بار ولا لا موان اغريك موان ا اكس بار عرفنا تو البي اما مازال اون فونكسيون دو ا والا كيفاه نطلعها باش نديفلوبي ou plutôt, je vais le dérivé de la fonction par rapport à a égale à 0, on va avoir égal à la covariance de x et y sur la variance de x. Donc, tu as a, automatiquement, je vais faire b à côté égal. D'accord? Donc, la fonction qu'aime fonction ou la régression linéaire, il y a y égale à ax plus b. D'accord? دونك الميثود هذه يخدموا بها جينيرالمون يخدموا بها في الباك وزيد باش تشوفوها اون ديتاي اكثر في التوازيام يعني في السانكيام والسيزيام سيمستر وفي الماستر ان شاء الله تشوفوا او ال اس والام سي او سيت ان استيماتور ان فيت سيت ان كونستركتور ديستيماسيون يخدموا بيه برشا في الريغريسيون يعني كان عجبكم الفيديو لايكيوه ما تنساوش زاده باش تبارطاجيوه قبل بربي قبل ما ننسى بكري في الكوفيسيون دو كوريلاسيون وقت الكوفيسيون دو كوريلاسيون ما احنا كي باش نحسبوه باش نلقاو عدد ولا وقلنا راهو ما بين الزيرو الا الموان زان والا دونك كان هو الكوفيسيون هذاك انفيريور ستريكتومون 7 ا 0 7 كوفيسيون دو كوريلاسيون كرو هذاك inférieur strictement à 0,7, on ne peut pas accepter l'ajustement. Aucun rho avec supérieur ou égal à 0,7, on peut pourtant accepter l'ajustement. يعني بلغة أخرى الدروات نكسبت أون بي با أكسبتي هاك الدروات هذيك تاع الأ لجريك كي تيقال أ إكس بلس بي بكم الابيزود هذه خصصنا اكزرسيس كوريجي بالنسبه للريغريسيون لينيير ولا اجيستمون لينيير دونك الاكزرسيس شوبول قول دون لا سيري ستاتستيك سويفونت اكس ريبريزونت لو نومبر دو جور ديكسبوزيسيون
au soleil, égrègue le nombre de stomates à rivière en millimètres. Donc, les tableaux codennes sont des variables, deux variables sont des variables discrètes. En admettant que grec est en fonction de x, donc bien, le grec est la variable à expliquer, le tsamma z endogène, ou le x est la variable explicative, le tsamma variable exogène. Fallait déterminer l'équation de la droite de régression de x en grec. Alors, appuyez sur pause maintenant, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Donc, احنا شنو مطالب منه؟ طالب منه قال لي راهو الجريج اي ان فونكسيون دو اكس، ستادير باش نكتب انا كالدروات دو ريغريسيون اللي هو ا اكس بلس بي، فوالا، أول حاجة يلزمني نطلع لا موين نتاع الجريج ونتاع الاكس، دونك طلعت الموين نلقاه 20 والموين دو جريج نلقاه 34. Donc, le coefficient de la droite, le coefficient de la droite, il a A, c'est la covariance de x et y, c'est la variance de x. Donc, il m'exerce de la variance de x. Donc, on a la variance de x, 323,43. Donc, on accepte la covariance, on a 493,14. Là, le rapport est bien, on a 1,5247. Donc, وقلنا ال b اكوا تيغال هي ال b هي لا موين y بار ال b هي y بار موا a x بار موا a x بار دونك اوتوماتيكمون نلقاو ال b ايغال 3,5056 دونك شنو نجم نقول اللي La droite, régression la droite de régression a pour équation qu'y égale à 1,5247 fois x plus 3,5556. Déterminer l'équation, plutôt le droite de régression, c'est-à-dire la figure. Voilà. Donc, la courbe. La droite de régression grec égale à ax plus b avec l'axe d'abscisse x, l'axe des ordonnées pour les grecs. Voilà, c'est un exercice très simple de régression linéaire. A qui je vais voir après le semestre 5 ou semestre 6, troisième année, ou un chauffeur Z après l'économétrie, je vais voir après. دونك هكا كملنا لي زيكزارسيس كان فما حاجه ما فهمتوهاش في العاده خليو كومنتير سواء في الشين يوتيوب زاد كلاس روم ولا في الباج فيسبوك زاد كلاس روم نشوفكم ان شاء الله في ايبيزود الى اللقاء